زهراء، نسأل الله تعالى أن يتقبل منها هذا الجهد الكريم المبارك الذي بذلته في هذا الامتحان. نواصل مع أبنائنا وبناتنا في الفرع الأول فرع الستين حزب مع التفسير، وندعو المتسابق محمد معاذ البودي فليبودي المعذرات، محمد معاذ البودي فليتفضل وليأخذ مكانه ليقرأ ويرتل برواية الإمام قارون عن الإمام نافع المدني. نسأل الله تعالى أن يوفق ابننا معاذ الربودي في هذه المسابقة وتحديدا في هذا الفرع وفي هذا المقام. أذكركم بأن مجموع عدد المتسابقين في هذا الفرع 14 متسابق، 14 متسابق في الفرع الأول فرع 60 حزبا مع التفسير. نسأل الله تعالى أن يوفق أبناءنا في هذا المضمار الطيب والجليل والعظيم، فأجمل التنافس في هذا المجال ربي يبارك فيهم يا رب العالمين. ونحن في الأثناء نزين لساننا بالصلاة والسلام على حبيبنا معلمنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربي يبارك فيكم إن شاء الله الأمور الكريم. فلتتفضل لجنة التحكيم. شعائر رب العالمين، وهذا طبعا يدخلنا في باب تقوى الله سبحانه وتعالى من معانيها الاستعداد ليوم الرحيل، ونرجو ان نحسن الاستعداد لهذا اليوم ونحن في دار امتحان، فنرجو ان نتزين طبعا باخلاق القران العظيم. فالحبيب محمد عليه الصلاه والسلام بعث ليتمم مكارم الاخلاق، فنرجو ان نتممها كما ينبغي وهي اخلاق القران العظيم. فكان حبيبنا ومعلمنا يمشي بالقرآن العظيم بأخلاق القرآن، ونرجو أن تتحقق فينا هذه الحركة، فعسى أن نكون من السالكين في هذا الدم. لذلك تؤكد هذه المسابقة على ثنائية الحفظ والتدبر لنفهم كتاب الله تعالى ونعمل به، هذا هو رجاؤنا. فلنزين أرض تونس بأخلاق القرآن العظيم كبارا صغارا شبابا. وتحية لأبنائنا الشباب في هذا الفرع في فرع الستين حزب مع التفسير، هناك تمكن والحمد لله تعالى، وهناك تشبث وحرص بأن يذهبوا من هذا المعين الجليل والعظيم. عسى أن نكون في جميع أوقاتنا بمعية رب العالمين. لجنة التحكيم جاهزة؟ فلتتفضل. السؤال الأول، اقرأ من قول الله تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا.
يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. خلق الله السماوات والأرض بالحق سورة النحل مش العنكبوت خلق الله تعالي سيدي سؤال تعالي سؤال سيدي خلق السماوات والأرض بالحق شوية بسم الله الرحمن الرحيم خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين
والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون حسبك السؤال الثالث ويستعجلونك بالعذاب الحج لا يعتبون لا يعتبون صحيت يا معاذ ربي يبارك فيك هكاك انت تسحب ان شاء الله لو صحيت هذا تزيدك عليه واحد من عندك ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين السؤال الأخير إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله بسم الله الرحمن الرحيم إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر
فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. صدقة لأن الدال جاك بين الصاد والقاف، فتنتبه لحرف الدال كما تقول صادقة، د صاد صادقة، ما تقولش صادقة ولي ضاق، تنتبه. ربي يبارك فيك عشان شوف. معناها شيء، معناها يعمل كيف، والله معناها كاريزما بتاع كل كما أكد كل 50 سنة في القرآن، والله ربي يبارك، والله ربي يكثر من أمثاله، وإن شاء الله يصير شباب كل على درك. سيدنا الشيخ بعد إذنك، أنا حين أقرأ حديث النبي سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أقول لماذا استحق الشباب أن يكونوا يعني في ظل الله عز وجل؟ ذلك أن الشباب، يعني ماذا أقول، هؤلاء الشباب يقاومون تيارا كبيرا كبيرا وكبيرا جدا من تيارات الانحرافات، وهذا الشاب الذي يقرأ الآن بطراقة وحفظ عجيب ما شاء الله، أقرانه هو الآن مع السوشيال ميديا والألعاب والبحر، يعني أنا أقول هذا الشاب محمد معاذ استطاع أن يهزم الإعلام كله، هزمهم جميعا. يهد في الميديا وصف هو هزمها، يعني بحبه لا ما شاء الله. إذا أشوف شاب زي هذا يقرأ هذه الطلاقة أتذكره طبعا الله عز وجل قال سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، وأتذكر كذلك إنهم فتية آمنوا بربهم. أسأل الله أن يحفظ عليك شبابك وعقلك وحفظك وبارك الله فيك وفي من ربك. معاذ واضح أن هذا أنه أنتي ربي سبحانه وتعالى كرمك كرمك بليسر ورد بالك توا حافظ على النعمة العظيمة هذه. هو منا شادي اسم محمد من اللي عدى عنا ديما متميز ما شاء الله. ما شاء الله معناها العام اللي يعجبني فيه، معناها عام خبره، معناها عام متبع فيه انا بالكتاب. أنا مرة عام النوبة ومرة ما يسالش يجي حتى مع تقول سبيحة. على هالتنويرة هذية قال سمعنا فتين يذكره يقال له إبراهيم، مش تعرفوا القويدة من عهد سيدنا إبراهيم. سمعنا فتين يذكره يقال ربي يفتح عليك يا معاذ. لطفا مع التفسير دكتور محمد. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه. أي وقال كفار قريش ما هذا القرآن إلا كذب اختلقه محمد من تلقاء نفسه. ومنه حادثة الإفك. وقد جاءوا ظلما وزورا. مقصود ما هو الظلم وما هو الزور؟ فقد جاءوا يعني بالكذب والمحض الكذب والزور، إذ جعلوا العربية يتلقن من العجمي كلاما أعجز جميع فصحاء العرب بفصاحته، فكان كلامهم فيه محض الكذب والزور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما نسبوا إليه أنه أخذ القرآن من أهل الكتاب. نعم. الكلمة الأخيرة ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أي وجعل فيها جبالا ثوابتة لئلا تتحرك فتتطالب بكم فتنقلب بكم عن ظهرها أو تهدم بيوتكم بكثرة تزلزلها. إن شاء الله. الله يفتح.
بارك الله في ابننا محمد معاذ ان شاء الله ان شاء الله. لا يسعنا في هذا المقام الا ان نحمد الله تعالى حمدا كثيرا على هذه النعم وعلى كرم الله سبحانه وتعالى. كرم بارك في ابننا في ابنائنا يا رب العالمين. تربي بالك شيوخنا نتعلم منهم طبعا اخلاق القران الكريم ونسال الله تعالى الثبات المعاد والثبات لنا جميعا. تواصل اكيد مع